متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام 3 أيام القادمة بحول الله. نبدأ نشرتنا باستعراض المحاور الرئيسية التي سنتحدث فيها عن الرياح النشطة على الليث وجازان وأيضا الطقس الحار في أغلب المناطق واستمرار فرص زخات الأمطار بشكل يومي وبشكل محدود وخفيف على المرتفعات الجنوبية الغربية. ننتقل الآن لصور رقم اصطناعي ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم وتوضح انتشار الغيوم المتوسطة والعالية في عموم المنطقة الشرقية وأيضا منطقة الربع الخالي. هي عبارة عن بقايا لرطوبة تدفقت من منطقة بحر العرب في طبقات الجو العالية، لكن سرعان ما تلاشت هذه الغيوم وساد طقس صافي في عموم مناطق المملكة. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة وخرائط توزيع الكتل الهوائية من الأربعاء وحتى الجمعة. يلاحظ استمرار لتمركز لكتلة هوائية شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية وأيضا المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، أيضا تشمل المنطقة الوسطى، وبالتالي يسود طقس حار ومرهق في تلك المناطق. درجات الحرارة تكون في أواسط الأربعينات، قد تصل إلى أواخر الأربعينات في بعض المناطق من المنطقة الشرقية، لكن بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية تبقى تشهد أجواء معتدلة خاصة فوق الجبال العالية، بينما يسود طقس حار إلى شديد الحرارة في المناطق الساحلية وأيضا منطقة تهامة مكة. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع حبات الرياح من الأربعاء إلى الجمعة، لكن نركز هنا في المنطقة الجنوبية من سواحل البحر الأحمر، حيث تشهد هذه المنطقة هبوبا للرياح الموسمية الشمالية الغربية التي تعمل على إثارة الأتربة والغبار في كل المنطقة الممتدة من الليث إلى جازان، مرورا بمنطقة القنفذة بشكل يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع. بالتالي أجواء مغبرة متوقعة في تلك المناطق، لكن هذه الرياح سرعان ما ستخف حدتها اعتبارا من ساعات المساء والليل، لكن تعود وتتجدد خلال ساعات الظهيرة والعصر بشكل يومي ويتجدد معها فرص الغبار. أنتقل الآن إلى التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس غالبا صافي مع تفرق بعض الغيوم العالية مع 33 درجة مئوية كحرارة دنيا. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة، يوم الأربعاء ارتفاع لدرجات الحرارة 45 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى، أما الصغرى 33. تنخفض يوم الخميس تسجل 43 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 31. يوم الجمعة تعود للارتفاع تسجل 44 درجة مئوية مع طقس غالبا صافي، أما الصغرى 32 درجة مئوية. في نهاية نشرتنا نستعرض هذا الفيديو، حيث شهدت مدينة جيومري في أرمينيا يوم أمس الاثنين عاصفة قوية ترافقت بهطول غزير للأمطار أغرق الشوارع، كما ترافقت بتساقط كثيف للبرد غطى مساحات واسعة من المدينة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.